خلينا بقى نروح للسعودية تحديدا ونعرف من السعودية مباشرة ايه اللي بيتقال. الصفقة دي ازاي ممكن تكون لصالح كمان الدوري السعودي والنصر السعودي؟ خلينا ناخد على التليفون الأستاذ الصحفي أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي. يعني صباح الخير يا أستاذ أدهم، طبعا في البداية وبرحب بحضرتك أكيد من السعودية. صباح النور استاذه نهاوند، اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين، وسعيد بالتواجد مع حضرتك. واحنا كمان، ويعني هقول مبروك هذه الصفقه، صفقه عالميه، صفقه العالم كله بيتحدث عنها، لكن زي ما حضرتك اكيد متابع دلوقتي على الساحه، في من هم من عشاق كريستيانو اللي شايفينها خطوه رائعه جدا، وفي ناس اللي هي شايفاها خطوه ليست الافضل. خلينا نعرف من حضرتك رؤيتك لهذا التعاقد، ليه الجانب السعودي ازاي ممكن يكون اضافه، وكمان ازاي ممكن يكون اضافه لكريستيانو رونالدو؟ اتفضل يا فندم. بالفعل هي صفقه عالميه، وهي الصفقه الاهم في تاريخ كره القدم السعوديه في التاريخ. كان دائما البوصله نحو النجوم العالميين بعد انتهاء مشوارهم الاوروبي تكون نحو الدوري الامريكي او الدوري الصيني، لكن هذه المره السعوديه جاءت بكريستيانو رونالدو، واحد من افضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم في العالم. بالزبط. الدليل على أهمية وقيمة الصفقة أن بعد طرح قمصان كريستيانو رونالدو في المتجر الرسمي لنادي النصر، سواء في الرياض أو حتى في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تم بيع في 48 ساعة فقط منذ إعلان الصفقة 500 ألف قميص لكريستيانو رونالدو. سعر القميص الواحد تقريبا 120 دولار امريكي. نادي النصر سيطرح 1,500,000 قميص اخر، ليصل بيع عدد قمصان كريستيانو رونالدو الى 2 مليون قميص. سيدخل نادي النصر خزينته اكثر من 65 مليون دولار من بيع قميص اللاعب فقط. اللاعب سيحصل على 166 مليون يورو سنويا في عقد سيمتد لمدة عامين ونصف مع نادي النصر. طبعا فرصة استثمارية كبيرة وجود رونالدو في الدوري السعودي، لأنه هيفتح بابا جديدا لوجود عدد من النجوم المميزين والأسماء الكبيرة في العالم خلال الفترة القادمة. كنا نشاهد خلال الفترة الماضية وجود جوارديولا بعد نهاية مسيرته مع برشلونة مع الأهلي القطري، ثم تشافي مع السد القطري، ثم باتيستوتا من قبلهم مع العرب القطري، وبعض الأسماء الكبيرة. لكن هذه المرة أعتقد أن بوصلة النجوم ستكون في اتجاه السعودية، والدليل على ذلك أن هناك عدد من الأندية السعودية تفاوض بعض الأسماء العالمية الجديدة، فوجود رونالدو سيفتح بابا لهذه الأسماء للتواجد في الدوري السعودي، على غرار مودريتش اللي قدمت له عدد من الأندية السعودية، منها النصر والاتحاد عرضة للتواجد في الصيف القادم، حتى نقوله كان في نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وكذلك بعض الأسماء مثلا راموس أصبح قريبا جدا من مزاملة كريستيانو رونالدو في نادي النصر في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. وبالتالي هي فرصة استثمارية مهمة لكرة القدم السعودية. وبخصوص رونالدو، رونالدو سيصل اليوم إلى الرياض في 10 مساء بتوقيت القاهرة في طائرة خاصة وسط تجديدات أمنية كبيرة لمنع الجماهير من الحضور إلى المطار، فيما سيكون غدا الثلاثاء موعدا للحفل الكبير الذي سيقدم من خلاله رونالدو في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر. وستكون مواجهة النصر أمام الاتفاق في 21 من الشهر الجاري، وهو نفس موعد مباراة القمة في مصر بين الأهلي والزمالك. ستكون أول مواجهة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر الرسمي. حلو جدا. طيب انا هروح مع حضرتك لاسئله سريعا برضو. هل في شرط في العقد، فكره هنا انتقال كريستيانو لنادي نيوكاسل ده في حاله مشاركته في دوري ابطال اوروبا؟ لا، غير صحيح على الاطلاق. الشرط الوحيد في العقد انه لمده موسمين ونصف مع نادي النصر. بعد نهايه الموسمين ونصف
سيكون كريستيانو رونالدو كثيرا للملف المصري السعودي اليوناني المشترك للتقديم لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 القادمة. هذا هو فقط الموجود، لكن كل ما يصار على ان كريستيانو رونالدو سيلعب مع فريق نيوكاسل الانجليزي في حال تأهله لعدة بطولات غير صحيح على الإطلاق. اساسا بداية التفاوض بين كريستيانو رونالدو كان مع نادي الهلال، لكن نظرا لإيقاف نادي الهلال عن القيد لفترتين متتاليتين استغل الأمر نادي النصر ونجح في إقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتوقيع معه، خاصة أن نادي الهلال سيلعب في كأس العالم للأندية ويشارك أيضا في دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية. طيب أستاذ أدهم، خليني أروح محرك لنقطة برضو وده مطروح على السوشيال ميديا تحديدا، يعني فكرة هنا طبعا كريستيانو رونالدو نجم وتاريخ وحاجة يعني ظاهرة زي ما بيتقال، لكن حكم السن زي ما حضرتك كلنا عارفين بيفرق جدا مع يعني اللعيبه حتى ان كانت لعيبه عالميه زي كريستيانو رونالدو. احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا داخل في 38 عام، ليس هو كريستيانو مثلا صاحب العمر 25 عام، فهل مثلا ممكن تكون دي الى حد ما مخاطره من جانب نادي النصر السعودي بهذا الرقم الضخم وهذا زي ما بيتقال كده او هذه الصفقه الضخمه بنتكلم تقريبا داخله في 200 مليون، فهل في ثقه تامه ان كريستيانو رونالدو على الصعيد بقى انا هنا اتكلم لمصلحه النادي النصر السعودي والدوري السعودي انه هيقدم المرجو منه؟ يعني هل في اطمئنان من هذه الناحيه؟ اعتقد ان كريستيانو رونالدو يستطيع تقديم مستويات فنيه على الاقل لمدة عامين مع فريق النصر، حتى شاهدنا ذلك في كأس العالم الماضية. مستويات الدوري السعودي ليست مستويات الدوري الإنجليزي، وبالتالي تقديم لكريستيانو رونالدو للمستوى أو الجهد البدني والفني في الدوري السعودي لن يكون مثلا هو المطلوب منه عند حضوره لمانشستر يونايتد او حتى تواجده صحيح، بس هو فكره استاذ ادم عفوا هنا فكره اللاعب الاوحد برضه صعبه، يعني بمعنى انا ممكن اجيب لاعب عالمي زي محمد صلاح زي كريستيانو زي ميسي بس احطه برضه مش مع المستويات الفنيه اللي هو واخد عليها، ربما ده يؤثر ايضا بالسلب على ادائه. يعني انا بروح مع حضرتك للسيناريوهات كلها، اتفضل. فريق النصر يملك مجموعه من اللاعبين المميزين جدا 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 ومتصدر جدول الترتيب العام للدوري السعودي بعد نهاية عام 2022، أسماء مثل ديزنتا مبكر سيلعب بجوار رونالدو في خط الهجوم، اللي سجل هدف للمنتخب الكاميروني في مرمى المنتخب البرازيلي في كأس العالم الماضية، أندرسون تاليسكا واحد من أهم الصفقات في كرة القدم السعودية كلاعب صانع ألعاب قادما من الدوري الصيني مقابل 14 مليون يورو، كذلك بيتي مارتينيز بطل بطولة أمريكا الجنوبية مع ليفر بليت الأرجنتيني في العام قبل الماضي. فأعتقد وجود هذه الأسماء حتى لويس جوستافو نجم بايرن ميونخ سيكون موجود في وسط الملعب، فوجود بعض الأسماء الكبيرة ستسهل على رونالدو التواجد بشكل كبير في فريق النصر وظهوره بالشكل الملائم. كذلك رونالدو من اللعيبة، يعني ميسي يمتلك المهارة ويمتلك يعني كرة القدم الحقيقية، وكريستيانو رونالدو كان يمتلك دائما الجزئية البدنية والقوة البدنية والتهديف أمام المرمى. فأعتقد هذه النقطة ستفيد كريستيانو رونالدو خاصة مع البرنامج التأهيلي الموضوع له من فريق النصر، وهو أكد أنه جاهز للمشاركة في المباريات بشكل عادي جدا. الآن حتى النادي النصر طرح تذاكر بأسعار عالية للمباريات القادمة وتم نفاذها بالكامل بداية من لقاء الطائي يوم الخميس. كويس جدا، هو يعني متوقع زي حضرتك بتقول لو احنا من دلوقتي تقريبا فريق النصر عامل 65 مليون علشان التيشيرتات فقط، فاعتقد دي صفقه ناجحه جدا من ناحيه طبعا الماليه اكيد. السؤال بقى هختم مع حضرتك فيه وده اكيد برضو حضرتك قريت عنه، يعني الناس كلها بقى جايه بتتكلم عن فكره كريستيانو انتقاله مع عائلته، والناس مش عارفه هل جورجينا هتسافر معاه هتعيش في السعوديه. خلينا نعرف منك برضو هل في اخبار عن فكره هنا يعني ان اسرته هت
تلازمه وهتكون معاه في السعودية في الفترة دي ولا لأ؟ خلينا نعرف من حضرتك. بالفعل اليوم سيصل كريستيانو رونالدو رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانونيين إلى الرياض، ومباشرة تعيش معه طبعا زوجته أو صديقته كما يحب أن يقول، وكذلك أطفاله في العاصمة السعودية الرياض. وتم تجهيز قصر لكريستيانو رونالدو في منطقة المحمدية والنخيل، ودي من المناطق الراقية جدا في الرياض، وهذا المكان سيكون فيه يعني كافة التسهيلات، يعني القصر في منطقة الرياض في كل التسهيلات، تواجد فيه 8 غرف نوم، لوبي مع شلال، مناطق خضراء واسعة، مسبح بحجم أولمبي، زائد 3 فيلات إضافية لاستقبال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وبدء مشواره الجديد مع نادي النصر اللي زاد عدد متابعيه لأكثر من 6 مليون متابع في أقل من 48 ساعة منذ إعلان الصفقة في منصة انستجرام وكافة المنصات الأخرى. رائع جدا، نتمنى الأفضل على الصعيد السعودي طبعا ولكريستيانو رونالدو. بشكرك جدا وهنتابع أكيد اللي هيحصل الفترات اللي جاية. شكرا ليك جدا الأستاذ الصحفي أدهم الشرقاوي من السعودية مباشرة. شكرا ليك يا فندم.